تتموضع قرية إخليج في قلب الأربعاء ناثرة. هذه الجنة الصغيرة خالية من المباني العالية بمداشرها الأربعة، ببيوتها الحجرية كمشاورعها الضيقة، كانت هذه القرية غنية بالمساحات الخضراء الشاسعة. توقفت الحياة بهذه القرية ذلك الثلاثاء عندما حولت النيران هذه الجنة الصغيرة إلى جحيم من الرماد والخراب. تقريبا لم يبقى منها شيء. الطريق تاعهم سيتون روت تاع لي فيراج كامل، وحبات هي اللي جايه اون با دو لايرن 15 جيت ثوري في العلال تحت. دونك لو برومير فيلاج لي يقابل لي فلام هذوك لي جيغونتيسك فلام هذوك سيتي خليجن. من بين مداشرها الاربعه كانت اقول ميم من دفعت الثمن باهظا. تضررت عشرات المنازل، بكثير من الوجع. يحكي إيدير ما حدث ذلك اليوم. هذاك الحريق لا يزال ماثلا في ذهنه، الكوابيس وآثار الصدمة لا تزال سارية. مرادي بدات من الواد هذيك تاع بركموش، نايطولو بركموش الطريق هذاك وين هبطت من بنيان الى هنايا لتحت هذاك اسمه له الواد تاع بركموش. هيا بدات من هيك طلعت البنيان، طلعت لهيك دان سلكو بروباجات كاع ما با دو سكوند ولا شحال لحقت لا روت ناسيونال الفوق طريق تاع ميشلي هذاك. والناس مساكين يخافوا كي سمعوا الصوت هذاك، تقول فولكو ما كان حتى كوراج باش تريح هنايا يعني. صراحه راحه هيا اللي بقاو هنا بداو يهربوا لحقت عليهم الفوق في الفيراج الفوق الله يرحمهم. هنا عاش حوالي 1000 شخص حرائق مهولة كالبراكين أتت على كل شيء من منازل وأشجار وحيوانات وحتى البشر. جهنمة ديركت، جهنمة كي يحكيو لك جهنمة جهنم. سمعت تقول فولكون تقول فولكون خرج من خرجت واحد الصوت هنايا تقول كاش افيون ولا كاش طاح ولا الصوت ما تقدرش تسيبورتي تهرب كون كوراجو ولا ماشي كوراجو تهرب. بعد مرور عام لا تزال ندبات الجروح ظاهرة. الغابة ليست أكثر من منظر طبيعي من الأشجار المتفحمة، فيما تحكي المنازل المدمرة أو المتضررة الآثار التي تركتها الحرائق. مازال والله الحزن مازال الدوي مازال ماشي حاجة اللي تقدر تنساها في عام ولا في عامين ولا القلب راه حتى انايا من داك نبكي. وليدي راه في الترك طروازيام دوغري راهي سوانيو فيها ربي شافيهم عليهم. مازالهم في ثلاثه على ما قلت لك، مازالهم في ثلاثه في السبيطار تاع الترك اونتر لا في لا مور. فوالا في وسط القريه يشهد 22 قبرا على رعب تلك الايام. زين السكان شواهد القبور بالورود، صار هذا المكان شاهدا على ما حدث ذلك اليوم. هو صغيرة هذيك بنت سالم الله يرحمه هذاك راحون فامي، هو ولاده ومرته، ولده صغير هكا ما تفيد تاع يمه هكا في الفيراج اللي فوقني مسكين بغى يهرب بالكاميون وقرب تحرقوا في دغ الكاميون، خرجوا من الكاميون تحرقوا في الاخر طلع شوصي. كون تشوفوا سالم هذا ما شاء الله، انا ما والله نقولك صح انا صاحبي والله كي نفكروا طيب. رجل وفحله